بنحمل بكرة. اهلا بحضراتكم. زي ما قلنا في المقدمه، النهارده بنناقش مع حضراتكم موضوع اصبح منتشر في مجتمعنا المصري، وهو بمنتهى البساطه انه في ناس كتير من الاسر المتوسطه فاقل بيشتروا حاجاتهم من السلع المعمره بالتقسيط. بالتقسيط كويس، لكن الحاجه اللي بتبقى مش كويسه قوي بتبقى في النهايه بتؤدي لمشاكل كبيره جدا. هم فكره انهم بيمضوا على وصولات امانه، على ورقه بيضاء ما فيهاش اي حاجه، وان التاجر هو اللي بيحط المبلغ اللي هو شايفه. عايزين نقول لحضراتكم انه دي بقت موضوع خطير جدا، لانه لو اي حد مضى على كمبيال او على وصل امانه وما قدرش يسدد الدين اللي عليه، انه من حق التاجر انه بياخده بيقدمه في المحكمه وبيتسجن. السجن ممكن يوصل لعشرات السنين، احيانا بيوصل لعشرين سنه. ليه؟ علشان ما سددش مثلا تمن تلاجه جابها بألف ونص او ألفين جنيه. فهي الفكره ان احنا بنعمل مع حضراتكم النهارده الفقره دي علشان حاجتين مهمين جدا. احنا بنحاول نقول لحضراتكم يا ريت ما تقدموش على كتابه كمبياله او وصل امانه الا لما تقروا انتوا بتمضوا على ايه بالظبط، وانه لازم المبلغ ده يكون مماثل للمبلغ اللي انتوا خدتوا بيه الحاجات. الحاجة التانية ان في مؤسسة الخير، طبعا احنا عارفين مؤسسة الخير ليها انشطة ومجالات كثيرة جدا، من ضمنها هي كمان بتقوم بالسداد من خلال زكاة الغامرين، عفوا زكاة الغارمين، بتقوم من خلال زكاة الغارمين بسداد هذا الدين عند بعض المساجين. طبعا مش بيروحوا لأي مسجون وبيدفعوا له وبيطلعوه، لكن طبعا هم كمان أكيد بيعملوا دراسات معينة، ومش بس على مستوى اللي موجودين في بعض السجون، لكن أيضا في ناس لسه ما دخلوش السجون. اسمحوا لي ان احنا نتكلم اكتر في الموضوع ده عشان نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل. معانا الاستاذ محسن محجوب، وهو امين صندوق مؤسسه مصر الخير. اهلا بحضرتك يا استاذ محسن، مشرفنا. ومعانا في الحقيقه احد الحالات اللي اتسجنت علشان هي اللي ضمنت اخوها لما جه يشتري جهاز بنته، وفي نفس الوقت ما قدرش يسدد، فهي اللي اتسجنت وكان محكوم عليها بسجن 10 سنين، لكن هي قضت منهم 8 شهور بس وطلعت، لان المؤسسه هي اللي دفعت الفلوس. هي مش هنظهر وشها احتراما طبعا لرايها، لكن احنا برضو بنرحب بحضرتك معانا. اهلا حبيبي. استاذ محسن، اسمح لي نبتدي معاها الاول. انا مش هقول الاسم طبعا علشان نعرف وبعدين نتكلم مع حضرتك. ممكن تقول لنا باختصار ايه اللي حصل؟ يعني حضرتك قلتي لي قبل الهوا انه اخو حضرتك ضمنك واشتري جهاز. انا اللي ضمنت. انت ضمنتيه وعشان يشتري جهاز؟ لان كنت قاعده باولادي سته، قاعده معاه في نفس البيت، مع والدتي في اوضتها. ايوه. وما كانش ليا مكان اقعد فيه. ايه اللي حصل؟ طلب منك انك انت تضمنيه. يعني اضمنه. طيب، فلقيته ما ضمنتش على 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 جهاز، لقيتهم عاملني في عربيه. يعني قالوا لي عربيه. ايوه. قالوا لي خد عربيه. خد عربيه. انا ما كنتش عارفه لو انا في السجن. لا، اللي حصل بقى مضاكي ازاي؟ يعني انت بتعرفي تقري وتكتبي؟ لا، انا بمضي بس. بتمضي بس؟ بتمضي، بتكتبي اسمك يعني؟ اسمي. مش بتبصم؟ لا. ما خفتيش انك تمضي؟ يعني انت كنت واثقه في مضيتي مضيتي على اي حاجه من غير ما تعرفي ده ايه؟ هو قال لي لو ما مضيتش لي هطلعك من البيت، وانا ما كانش ليا مكان اروح. وبعد كده ايه اللي حصل؟ هو ما سددش فجوم عليكي؟ فقعدت اشتغل قد صاحب الدين يقول لي في تاني في تاني، اشتغل عن يعني هنا وهنا في المصانع، يعني بقيت اشتغل هنا وهنا، ما بقتش مكفيه. يعني حضرتك سددتي جزء من الدين؟ سددت، لكن ما قدرتيش تكمل؟ لا، ما قدرتش اكمل. بعدين هربت عند اخواتي، بقيت اروح هنا وهنا، جوز اختي يطردني، ده يطردني، واولادي طبعا مش شتت. عندك اولاد قد ايه؟ عندي ست صبية. جوزك موجود؟ موجود، بس انا سايبه من زمان، بقى لي 10 سنين. ايوه. ابني في سنه داخل رابعه، يعني كان داخل خمسه، بس من السنه اللي شتت فيها دي. لما قعدتي في السجن الثمان شهور، ولادك كانوا موجودين فين؟ كانوا مع اختي، ربنا يخليها، جوزها توفى وهي خدتهم شقتها، هي وولاد اخويا طبعا. يعني وهو ساب ولده وهارب، سابني ومشي، وانا سبت ولادي معاه. مش عارفه عنه حاجه؟ لا، هو موجود بس ما بينفقش على ولادي. يعني انا يعني ربنا اللي بيرزقني.
ربنا يخليكي. وانا شقيت عليهم وبرضو ربيتهم برضو، بس ما قدرتش اكمل التمن شهور انا عشتهم هي اللي بقوم في الشارع، يعني انا ماليش مكان. طيب احنا هنشوف دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل، و ربنا يخليهم الحمد لله طلعتي عشان تبقي تقعدي بقى مع اولادك وتلميهم حواليكي كده. عمري يعني انا بوصي اي واحده ما تمديش حتى لابنها او لاخوها، ما تامنش لحد. روقي، احنا مش عايزينك تعيطي، الحمد لله انك طلعت لنا بالسلامه وطلعتي لاولادك. الحمد لله. طيب احنا هنرجع لحضرتك تاني. استاذ محسن، يعني حضرتك باختصار كده معلش ممكن تقول لنا بالظبط دور المؤسسه ايه بالظبط في الحالات دي، وانتوا بتعملوا ايه مع الحالات الشبيهه خصوصا كمان بعد ما بتخرج من السجن؟ هو اصلا زكاه الغارمين مؤسسه مصر الخير هي مؤسسه بتجمع اموال زكاه وصدقه جاريه، فهي عندها الجناحين الزكاة والصدقة الجارية وتبرعات. الزكاة ليها مصارف محددة شرعا في القرآن، أحد مصارف الزكاة الشرعية الغارمين، ودي منصوص عليها في سورة التوبة في القرآن. أيوة. الغارمين هي الناس اللي عليها ديون مش قادرة تسدها، بس طبعا ليها شروط، يعني الدين ده يبقى في حاجة حلال، ما يبقاش دين قمار، ما يبقاش دين خمر، يعني له دين لاحتياج حقيقي وحلال ومش قادر، ظروفه مش قادر ان هو يسد هذا الدين. فده اسمه الغارم. الغارم ده له نصيب في الزكاة. فطبعا انت عارف ان فضيلة المفتي هو رئيس مجلس امناء المؤسسة، فهو كان لازم نفعل هذا المصرف من مصارف الزكاة، لانه الحقيقة ما كانش مفعل. فاحنا ما بندرس اي حاجة بناخدها يعني بطريقة علمية محترفة الحقيقة. فقلنا طيب احنا هناخد الغارمين، احنا دايما بناخد اقل شريحه وهي اللي بنتعامل معاها، يعني بنتعامل مثلا في التكافل الاجتماعي بنتعامل مع الشريحه المعدمه اللي هي تحت خط الفقر. فقلنا ما هتعامل مع الغارمين، في غارمين كتير قوي، قلنا هنتعامل مع، اكتشفت انه في كتير، طبعا كتير جدا. فقلنا هنتعامل مع اقل شريحه في الغارمين اللي هم اللي اتحكم عليهم بالسجن ودخلوا السجن فعلا عشان مبالغ اقل من 10,000 جنيه ودي وسنوات. ما اصل الموضوع بقى لما دخلناه ودرسناه وعملنا له بقى المانيوالز بتاعته والشغل بتاعه، الموضوع فيه جوانب كثيره جدا. طبعا السبب الرئيسي الجهل، ده الأمية، عدم القراءة، الجهل، عدم القراءة الكتابة، الجهل للقوانين، الجهل يعني والناس دي كلها بسطاء، يعني حضرتك بتقولي طبقة متوسطة، مفيش حد من طبقة متوسطة، ده كلهم من الطبقة الفقيرة، يعني الطبقة الفقيرة والطبقة اللي هي المعدمة. هتجوز بنتها ولا هتعمل ازاي؟ تروح شارية ثلاجة وبيعها في السوق بثلاث ارباع ثمنها عشان تجيب لها قماش وتجيب لها يعني بيحرقوا الأجهزة. للأسف التجار ما بيمضيش واحد بس وما بيمضيش على المبلغ بس، يمضيها مثلا 30 وصل أمانة على بياض، ويجيب جوزها ويمضيه 30 وصل أمانة على بياض، ولما يرفع قضية ما يرفعش بالوصلات كلها، يرفع بوصل وصل، فكل وصل بقى قضية. يعني وما بيبقاش باسمه بس، انا عرفت كمان ان كل تاجر، وبرضه يا ريت حضراتكم تاخدوا بالكم من الموضوع ده، كل تاجر يعني التاجر بيمضي، هيمضيني مثلا على 30 كمبياله، لما انا ما اقدرش ادفع هيقدم كمبيالتين من عنده للمحكمه ويدي 3 4 كمبيالات لموظف عنده وثلاثه لواحد تاني واربعه لقرايبه، فبالتالي قدام المحكمه انا قدام 6 او 7 اشخاص، فكل واحد من دول بقضيه، كل قضية ممكن يتحكم لي فيها 3 سنين أو 4 سنين. فتخيلوا علشان 3000 جنيه مثلا أو 1000 جنيه الواحد يقضي مثلا 20 سنة في السجن. هي دي كان عليها 10 سنين.